قولها وكيلة سومالي لان ايا فسح قوبانو الى عيد عرفك الدباقلاي تاسيو امانك قولها نساك اد لو ادكيي اياد او لطوبي عيد مدى كلتوان تلقا قدومي كحيجين كلاباد قولها وكيلة او فردق ساك هاقيي ايا شيغي ستحية طمان حلمان او قولها وكيلة اي سو تيديين طلب اين حالتا قولها لدتيو الى انت عيد عرفك الدب علي يوسف يا شيخ يقولها حالتي شلت تشنتونو وحان عادة وحين باكت حي كرهينا هذه أكبر وحن حي لبدا كتوبينا وي كتوبيها العفر وي كتوبيا كحيين كباشا لبدا وانا وي ذكا جاليك اليين إذن كإيو أمت سومال لانبا سومال لانبا وانا كجاليك لنا وحان حي وحان رجينا إن أنا نجيب تبي سو بعيد كلها نبغى كلا مدة سو الشقين يتون سنة وأصحابه ويسكون نفسه مركا وحان حليلانو صدحية طبعا أي سو شيء دي سبيلي وصدح الحزب بكت خوبا مرعيه ذا تامدين أخذيه وحوي أحمد محمد ديرية عبد الله حسين عيد احمد عبد الله كيتشانغ ابو بكر عبد الرحمن حمسكا تبوينه حامد عثمان عقال محمد فارح قبيله سعيد علمي قوبله ابراهيم مهدي بوباء عبد الرحمن محمد شامع بار سعيد فارح عبد القادر جبريل توكاله يا علي حسن محمد سال لصعتان عيد يا رفايا سودم وحنا بالله يا تلقي معلومة أجل بركة برنا أيوانا سنين الله صومه وحقك الله كرتي إن إلا عيد عرفه كلها الله فسحه بعد الإيد كأنه نسوسون أغرينا دينا عاكلا قدوميها قولها كورتيدا وصحافة السعود كلها اللييي أيا شيغي شير قدوم كوكيلة أي خلاف وكتح قرحي أولا كل ماي انت نعضي قولا ولي قولا والبواقع نعضا دوك فإن لقى بوكسر كرا واطي إذن كنا وحنا دغلال الإنسان إسكدا يو إيجاي ساكا كيف حكب الأمين ما ساكا ملكو أنت فهذا كسير بلا بضو هذا ولا بضو ولا بضو ذينا وهشيني حل بارد ولا بضو دعب وهشيني خلاف كل عاما شدال كي عاما شدال كاري هاي قلي أري كم داعي قلي لا أنا كاقف صور هادي وعلا عباية جلي واري قباية واري قباية أوش مقلي ساكا geesta kale wasiirka xiriirka golayaasha Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil xildhibaan ka mid ah golaha wakiilada ayaa si faahfaahsan uga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay oo golahaasi golaha ay xukuumadda hadda ku sheegay qodobka 12aad ee dastuurka ayaa u fasaxay inay haamaha kareysto kareysato waxay doontaa sameyn karto laakiin qodobkan hore la isku qabsaday waxa ay qodobkii soo celintii uu soo celiyay madaxweynuhu uu ku soo celiyay go'aanka golaha wakiilada ayaa shir gudoomiye ayaa gudoomiyaha waxa ay inuu shir la shargareeyo waa madaxweynadu soo celiyay golaha inuu go'aan ka gaaray ahayd arintii golaha ayaa laga celiyay arintu khilaaf halkaas ku dhacay waa sifo sharci ah isku haya xaq baa u leeyahay golaha in lagu celiyo oo ay go'aanka madaxweynuhu sidoo wax soo celiyay iyo qodobada uu madaxweynuhu cuskaday ku soo celintii go'aanka golaha qodobada cuskaday in xilibaalada la soo doortay ee golaha wakiilada loo sharxabay ahayd oo ay ogaadaan sida waxyaabaha lagu soo celiyay kadibna go'aanku حكومتك ما قارس القوان أنت ما قارس أنا ما قاري وحك قاري جاي وأنتي شر ترى هذا بعض يسوي مو بعد قوان قاري حق بعد أولين وحك استقوان كستوي قاران مركب مدحون وكسو عليو إن الله لا تص لا شرح الله أخري وحي قلا وكل هذا ولي حراسات شرعية ولا غن قلا إسلام مركب قد جت شو كتدا يعشح قلا وكل هذا أيه وحل سارا وحي شقاقو يفوضه قلا كدعه gudidura insha Allah maalmaha soo socda hawsheed ayay gali doontaa qabsan doontaa biinillaah taala marka waxaan aan rajaynayna mudaneesha gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka labadaba xilibanada golaha wakiilada xirsadka golaha wakiiladu qabanayo ayay kamid yihiin waxaan u lahaa arintaas waa arin qaldan golayaasha adduunkooda ma way islaayaan in hawshan mission laga dhigo oo la sii buunbuuniyo maaha waana hawl
قرن مساجد لما فديها هول قرن والله يسوق بصلاة هذه هي هي والله يلا نعنا على وضعنا يا هوشا وحلقة وضع حق مدحتوية دبدا أنا اللي جري حيا العقد يضد كنا وحلقة قيبين يا حلي بنا الله سي سبب لوجو قاو دنت جود إنك استوب قولها أيضا دكذا لنا غير كأني أنا لباري وشر عجيل شبيه أنا جوا حجنا دستور كوحشيه يا إنا بالله ما كلا بارد أصلًا شو أنا لبارو ده دستور كي ولا شيء إذا ما دام حنوية أنا نسخب سنة نوية أمر بالسيا إذا أمر كسي سيب أنا دم بيجله تسوى قدوه ساك قوله نبض بوها لبض يعطينا نبض بيكفر دين حبيتي صدحات إيش القدومك أيا قولها نوتشر قري وحن سلق هذا نحل بنا ذي ذي الصدح ذا لنعها صدح ذا حزبها وحن سوتشي ذي إن ما دام ده شريته واحد عين قولي هنا جو جينا عكرية هاي إذا نديه كذا نجاح يستو إن أنا جو جينا ما أنت كوش غين كرين سدى وجد إلى عيدنا الله فصحه موش بان سوت شيء ذي تيبا لسلاقة تي وحنا نتعلى إلى أنت بعد العيدة كهرسة إن أنا هوش يشر قدوم كنا دم ينو حالة تيدنا بدأ نكسر علنو قول هاي جنو حجاجو وما تدي تصل على أنو كحال قولها وحنا وشينا إن قولي كسر دم هذي نبت قليو iye safgarad waxaanu leenahay saaka oo bisha 3 maalinta 13 bisha 9aad 2015 waxaan anigu gacanteeda ku daraaf gareeyay warqad anoo kadib salaadii markii aanu sharagnay xilibanaxna oo aanu laba dhigrabnahay waxaanu ku afgaranay in saayartu u qabowdo golaha la xiro muddo muddo markaa waxaanu ku dhameeyay waxaan ku saahanay warqada lix kulmiya shan wadaniya iyo laba xuda ee warqadina way heli kartaa koobigeeda waxay tahay maadaama la fasaxay idii arfo inuu soo dhawaa maadaama ayaamii 10ka ee ay hadda la soo maay khayrka ay inuu soo fuleen in aan umada warwar kaga deyno shalayto anagu ismaanaan dilin labadii gudoomiyihii iyo gudoomiyihii ku xigeenkiisa isdilay arrintan oo la yalbaan u direyna waa dhex galayna golaha ayaga waxaan idin sheegaya erga kale oo aanu yeelayna ma jirto golaha ayaga ayaa dhameysanaya golaha ayaga dhameysanaya saddex iyo toban waxay soo jeediyeen in la fasaxo ilaa 25 bisha 9aad 2015 26 September ayuu golaha dib u furmaya Patrick Kosar Mahamud Telefishka Caalamiga Star Hargeysa.